طب اعطيني دليل. اكتب، ادخل على جوجل، بس النقاش علمي هيجي من البدايه، ادخل على جوجل ايش؟ اكتب ان رجلا نزل بعائشه. يلا مية مية. أن رجلا نزل بعائشة. طيب اقرأ. ما هو أنا إيش بدكنا إن هذا الحكي صح؟ اقرأ مصدره صحيح مسلم. لا لا، ليش ما تقرأ؟ تستحي؟ لا مش استحي، لا بس هذا الكلام خطأ. هذا الكلام خطأ. طيب اقرأ، اقرأ وبعدين علق، قول هذا الكلام خطأ، كفر، لعنة الله على من ذكره، حتى تصير مسلم حقيقي. يلا. لا أخي هذا الكلام خطأ، استغفر الله العظيم. الله يهديك يا شيخ. لعنة الله على من نقله، صح؟ لا أنا ما بقول لعنة الله على من نقله، بس أنا بقول الله يهديك، لأنه أنا يهديني أنا شو علي؟ أنت الآن أنت جالس تتعارك مع رواية خطيئة تتصدم. طيب اقرا الروايه للبركه حتى بلكه الملائكه يجون. لا انا ليش بقرا كلام خطا وغلط اصلا على عائشه ام المؤمنين؟ هذا غلط الكلام ان رجل نزل بعائشه غلط. هذا فيش اي دليل انت فيش. طيب طيب ايش رايك ندافع عن عائشه انا وياك كلا والف كلا وهي عرض رسول الله ونقول لعنه الله على من كتب هذا كما قال الوائلي، ايش رايك؟ لا انا ما بسب انا، لانه هذا الدليل مش واضح مش حقيقي. هو مش حقيقي، احنا ندافع عنه، ننفي عنها الرجل المجنب كما قال الشيخ الوائلي، ونقول لعنة الله على الرجل المجنب وعلى الذي روى الرواية وعلى الوائلي. هيك لا انا حتصير ندافع عن عرض رسول الله كلا والف كلا غير ندافع. انت الان انت الان حرت ما بين مسلم وروايته صحيح مسلم وروايته وما بين ما مع عائشة، ما تعرف تنطي بيها ولا تنطي بصحيح مسلم. الآن خطيئة أنت متورط، الآن جدك مع كل ما تصير أكو فرصة لتوريطه ورطي ورطت أنت الآن. إيش بثبت لنا تحت الحديث هذا؟ هو أنا أقول لك مو صحيح، إلعن اللي نقله. يلا لا ما بلعن أنا، ما بقدرش. ما بتقدر، مو صحيح، كذب، عم يكذبوا على ستنا عائشة. لا صحيح درش. اذا مو كذب صحيح. اذا صحيح. لا اذا كذب. لا لا كذب كذب ولا صحيح. اختار كذب ولا صحيح. هذا كذب. لعنة الله على من نقله. قل. لا انا ما بس يعني اخر شغله، انت كنت مره شكرا لك. خلاص هسه انت هل الحين روح ابحث بهاي الروايه، تبحر زين، روح تبحر شوف منو نقلها منو صححها في اي كتاب وردت شنو تفسيره، ورجع اتصل بي غدا معزز مكرم. جيد يا هلا بك، شكرا لك، الحمد لله على نعمه الاسلام والمسلمين. والسلام عليكم.